ونعود إلى المنامة حيث الكاتب والمحلل السياسي موفق الخطاب. سيد خطاب، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بقناتكم الطيبة وبمشاهديكم. يا مرحبا بكم. حقيقة نعم تفضل. يعني حقيقة ما تم تداوله من أخبار هذه الساعات حول ما يجري على الساحة الإيرانية والساحة العربية واستغراب الإدارة الأمريكية هو أمر مثير للجدل. يعني هي نفس الإدارة الأمريكية سواء كان جمهورية أو ديمقراطية هي من شرعت لإيران هذا التمدد. فأستغرب التصريحات اليوم التي تخرج من هناك بدهشة لما وصل التمدد الإيراني في المنطقة. من أعطى إيران هذه القوة لتتمدد في المنطقة العربية؟ من أعطى إيران الضوء الأخضر لتجتاح العراق من شماله إلى جنوبه؟ من أعطى الضوء الأخضر لتتمكن إيران من الدخول والولوج في الملف السوري وقبل ذلك في الملف اللبناني ومساندتها المنقطعة النظير التي لم تحدث على مستوى دول وتدخلها الواسع في اليمن في البحرين في المنطقة الشرقية وعلى علم ونظر ومتابعة من الإدارة الأمريكية؟ يعني هذا استغراب حقيقة يدخل المتابع السياسي العربي بل حتى العالمي في دهشة من التصريحات الأمريكية. نعم سيد خطاب، هناك تصريح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان حيث قال إن إيران لا تشكل تهديد كما تحاول أن تصور هي. تعتقد أن زيارة محمد بن سلمان لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي لوضع خطط عسكرية لمواجهة محتملة سيد خطاب؟ بالحقيقة يعني هي ليست هذه اللقاءات وليدة اليوم وليس التوجس والهاجس الذي ينتاب دول المنطقة بجديد. وكل ما يحدث من لقاءات بين الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع مجلس التعاون الخليجي متمثلا بقياداته يتم طرح موضوع إيران. إيران بالتأكيد لا تمثل تهديد لحالها لولا أن هنالك دعم إقليمي ودعم دولي ودعم لنقولها بصريح العبارة بغض الطرف عن الجانب الأمريكي لها. يعني إيران ليست بالقوى العظمى التي يحسب لها ألف حساب. إيران دولة اعتيادية، لكن عندما أخذت الضوء الأخضر من الدول التي تتصارع على خيرات المنطقة حدث ما حدث. زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة بالتأكيد أتت بعد أن وصل السيل الزبا، بعد أن أخذت إيران وضعاً مريحا بالنسبة لها. دائما يتكلم ويتبجح قادتها أنهم سيطروا على 4 عواصم عربية والخامسة في الطريق. فذهاب ولي العهد الله يحفظه لهنالك هو بالتأكيد لإعادة رسم السياسة بما يؤمن مصالح أمريكا في المنطقة وليس فقط مصالح مجلس التعاون الخليجي والمصالح العربية في استتباب الأمن، بل أيضا هنالك مصلحة أمريكية في استتباب المنطقة واستتباب العامل الاقتصادي الذي يشكل هاجس لأمريكا. طيب سيد خطاب، يعني إيران كما تفضلت حضرتك تشكل عنصر قلق لدول الخليج العربي، لكن ربما يتساءل التوقيت، لماذا في هذا التوقيت تحديدا قد ربما هبت معظم دول الخليج وليس كلها بالتحرك ضد إيران؟ لماذا في هذا التوقيت تحديدا سيد خطاب؟ والله أخي العزيز، هو التحرك ضد المشروع الإيراني هو ليس انبثق هذه الأيام. هنالك اجتماعات متتالية ودراسات و تنبيهات للنظام الإيراني، لكن النظام الإيراني للأسف نقولها لا يتعامل كدولة، يتعامل ما زال كثورة. وهنالك فرق أن تتعامل مع دولة وأن تتعامل مع ثورة. هو ما زال تحكمه أبجديات الثورة وتصدير الثورة، وهذا هو الذي يقلق المنطقة. احنا إذا نريد نتعامل مع دولة هنالك سياقات أن تتعامل مع دولة، أما أن تتعامل مع تصدير ثورة هذا هو الذي يقف
عائق بين التحاور مع الإيرانيين. احنا كدول خليج يعني ما عندنا مشكلة انه ايران تؤسس لمصلحة وعلاقات طيبة بالمنطقة، لكن يجب ان تتخلى عن فكرة تصدير الثورة، يجب ان تحترم جيرانها، وهذا ما لم يحدث منذ مجيء ثورة الخميني الى حد الساعة. احنا هنا في البحرين حقيقة نعاني من ذيول ايران، ونعاني من دفع ذيول ايران بما يهدد امن البحرين، وحتى بما يهدد المنطقة بأسرها. ولكن سيد موفق، يعني هنا ربما يتساءل على أقل تقدير الشارع العراقي والمواطن العراقي، لماذا يعني لم تهوب دول الخليج عندما يعني توغلت إيران في العراق خاصة بعد 2003؟ هذا الأمر أصبح واضح للجميع، كان هنالك خداع أمريكي عالمي دولي كبير جدا في أن يصل العراق إلى هذا الانزلاق. يعني اليوم لم يعد سرا أن ما حدث من انزلاق العراق في وضع مأساوي بحجج واهية عن طريق تدريج وإعطاء صبغة للعالم أن هنالك أسلحة دمار شامل تهدد أمن المنطقة، هذا اليوم أصبح مكشوف، يعني لم يعد خافيا. يمكن يعني لا تلم دول الخليج في أمر أنه كان هنالك إجماع عالمي على موضوع هو كذبة أمريكية كبيرة اليوم بدأت حصولها. اليوم الخليج يعرف جيدا ماذا يريد من أمريكا وماذا يريد من إيران. لا نريد أن تتكرر مأساة العراق في أي دولة عربية، ولهذا ترى الخليج اليوم يهب ويقف ويحاور ويذهب ويطلع إلى كل السياسات التي تحدث، تارة ترى الوفد السعودي أو البحريني أو في روسيا، وتارة في الصين، وتارة في أمريكا. الدول الخمس الدائمة العضوية، دول الخليج في تماس مباشر معها حتى نستطيع أن نحافظ على ما تبقى. أخي العزيز، عبر سكايب من المنامة الكاتب والمحلل السياسي موفق الخطاب، أشكر سعة صدركم وصراحتكم، شكرا جزيلا لكم.